يقول البني في مقدمة زاويته بالأمس: توقفنا عند انهمار الدموع التي سالت في قاعة الصداقة وشوارع العاصمة وبقية أنحاء البلاد فرحا بالتوقيع على آخر وثائق الفترة الانتقالية. هذا التوقيع الذي جاء بعد مخاض عسير، وقد بدا لي أن دموع الأديب المهندس عمر الدقير كانت الأكثر انهمارا، وقد حصدت الاهتمام الأكبر لأنها كانت في ثنايا كلمة وطنية رصينة تصلح برنامجا كاملا للفترة الانتقالية. وهذا يعود بنا إلى قول المغني: تبكي كل الشافة، الذي جاء في وصف مهرة دنقل الصافة في أغنية عينية يا عينية سفرك طال 200 جية. ويلفت الكاتب إلى احتشاد الجماهير وحملهم للوسيط الأفريقي الموريتاني الجنسية البروفيسور محمد الحسن ولدي لبات على الأعناق. ويرى البني أن هذا الرجل صبر على جرجرة المتفاوضين صبرا جميلا، وأظهر حبا دافقا لأهل السودان مثله مثل رفيقه الأثيوبي السفير إسماعيل درير، مشيرا إلى كلمة ولدي لبات التي ألقاها في حفل التوقيع التي يصفها البني بالكلمة الرصينة أوصى فيها أهل السودان على أربع، وهي: الوفاء لروح الثورة، الحفاظ على المنظومة الأمنية العسكرية، الحفاظ على استقلالية القرار السوداني، والاعتناء بالمرأة السودانية. ويختم البني زاويته قائلا: لم يكن ولدي لبات وحده المحمول على الأعناق في يوم الدموع والمطر، لكن المنظر الذي كان الأكثر رواجا هو حمل نفر من جنود قوات الدعم السريع للأستاذ إسماعيل التاج قطب تجمع المهنيين وقحت على أعناقهم، فقد كان منظرا لافتا يستبطن الكثير من المحمولات. فهذا المشهد يمكن أن يكون إشارة لإمكانية إنهاء الاستقطاب وبداية لبناء جدر الثقة بين مكونات الدولة كافة في الفترة الانتقالية الأمنية منها والثورية. والفضل في هذا يرجع للحظة التوقيع التي وهبت كل هذا الفرح وجعلت كل قاس هينا وكل مستحيل ممكنا، فاللهم مددها فرحا وأدمها نعمة.